هاي الوثيقة اللي توقعت بال21 من هيئة الإعلام والاتصالات اللي تدعو المواطنين والعراقيين مشتركين كورك بالتوقف، لأن الشركة ما تسلمنا فلوس ولا تسلم الرخصة ولا تسدد أرباح ولا تلتزم، علما أنه الشركتين الثانية سددت مبلغ 233 مليون دولار. وهاي الوثيقة تم حذفها من موقع هيئة إعلام والاتصالات، وبعد إعفاء من قبل السيد مصطفى الكاظمي، إعفاء اللي كان يتحدث الآن عادل سلمان، هذا الكتاب اختفى. والآن أنا أدعو النزاهة والنواب المستقلين التحقيق بالكتاب اللي أوقف كورك في العراق. ما هي الصفقة التي أبرمت؟ جاهز الفيديو؟ طونيا طونيا الفيديو طونيا يلا بين ما يجهز. هاي الصفقة صارت المفروض احنا الان نجني اكثر من 250 مليون دولار من كورك من عام 21 عملية ايقافه. حتى هذه اللحظة كورك مستمرة مزاولة العمل، دينار ما اعطت لهيئة الاعلام والاتصالات، دينار ما تنطي من ارباح، المفروض 15% من ارباح تسلم شهريا، موضوع الانترنت ما تسدده. خلنا نسمع الفيديو وراح نتحدث بخطورة هذه الاموال. طوني شباب. دا اذكر 15 الى 18% من الاجمالي الكلي. يعني اذا تقيسه كارباح بس كسنوي؟ لا شهري. شهري شهريا شهري. اذا تقيسه كارباح يصل الى 45 الى 55% من ارباح الشركات. طبعا هو دفع كرخصه فلوس رخصه، وبالاضافه الى ذلك يدفع شهريا تقاسم عوائد معي. يتقاسم عوائده وبالتالي هو شريك. هذه النظرة للأسف ما مستوعبيها لحد الآن. بالضبط. احنا نريد نستوعبها بشيء يعني مفصل. هذا الشركات القطاع الخاص المتعاقدة مع الهيئة هي شريك للدولة العراقية، آسيسيال وكورك وشركة زين. نعم. يعملون بمبدأ الشراكة، عقد الترخيص نص على انه تقاسم العوائد. هسه تقول لي ليش 15 وليش 18؟ في حالة كانت الشركة أجنبية أسهمها أجنبية راح تكون تجب الهيئة منها 18%. أما إذا كانت شركة محلية ف 15%. مثل ما ذكرت لك هذه العوائد إذا نقيسها كأرباح هي 45 إلى 55%. شركات حاليا دفعت للتمديد والتجديد ومنح حق استخدام خدمات الجيل الرابع أو إطلاق خدمات الجيل الرابع، دفعت ما يقارب 233 مليون دولار حاليا. اللي رسميا هي شركة آسيا وشركة زين العراق دفعوا كورك. للأسف شركة كورك هنالك متطلبات وهنالك ديون ومستحقات ومتطلبات فنية وقانونية لم تستوفها شركة كورك ليومنا هذا، وبالتالي هنالك عقد الترخيص هو الحاكم بيني وبين شركة كورك. جميل. قال 233 مليون دولار كورك ما سلمت، بالإضافة عليها ديون تقريبا مليار دولار، أرباحها تقريبا أكثر من 15% شهريا المفروض تسدد. صدرت كتاب الهيئة الإعلام والاتصالات بإيقاف عمل كورك، والكتاب موجود عند الشباب، هذا عرضوه على الهواء مباشرة. هذا الكتاب ينص يا مشتركين يا ناس كورك سحبنا الرخصة، مليار دولار مطلوبة، بالإضافة ما جاي تسددنا 233 مليون دولار ولا جاي تطينا أرباح شهرية اللي هي 15% من عائداتها. وقال السيد عادل سلمان اللي أقاله بعد هذا التصريح السيد مصطفى الكاظمي، لأن شلون يسب الإله هاي بهاي الطريقة؟ ليش تحدث وليش صرح بهذا التصريح؟ تم إقالته من المنصب والإتيان برئيس جهاز تنفيذي جديد. هنا دعوتي إلى الجهات الرقابية، النزاهة، الادعاء العام، النواب المستقلين. السيد رئيس الجهاز السابق تحدث عن أكو ديون مرعبة وأموال بذمة كورك. لماذا من 21 إيقاف كورك حتى هذه اللحظة ما زالت تزاول عملها والأمور طبيعية؟ ما مطي دينار للدولة ولا تنطي تجديد رخصة ولا تسلم أرباح ولا تشارك الدولة بأي شيء. من المتورط بهذا الملف؟ هيئة الإعلام والاتصالات موجودة والملف موجود والكتاب تم إخفائه، وهذا المقطع اللي ظهر اللي أنا محصله بتليفوني من 21
تم إخفاء مقابل نص مليون دولار. الجهات الرقابية يحققون هم فليساتنا ذني. سلام عليكم.